صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بفقرة هالس من أحلى صباح. الابتسامة الحلوة بتزيدنا ثقة بالنفس وبتقرب الناس منا، كيف إذا كانت هالابتسامة مخبية وراها جمال وصحة أسنان؟ وورا الجمال جمال الأسنان وصحة الفم قطاع طبي متكامل أثبت نفسه بلبنان وطور حاله ونافس كل الدول بوجود خبرة أطباء أكاديميين مزجوا بين الصحة والتجميل، ومن هالأسماء يلي لمعت ومن زحلة تحديدا عروسة لبنان برز اسم الطبيب الشاب يلي تخصصه بطب الأسنان ما منعه من إكمال دراسته وتطوير مهاراته، فجمع أكثر من اختصاص بنفس المجال، متخصص بطب الأسنان التجميلي، اختصاصي بالتركيبات الثابتة والمتحركة، متخصص بطب أيضا أمراض الفم يلي لها علاقة مباشرة بصحة الجسم، واختصاصي بجراحة وزراعة الأسنان. بيسعدني كثير اليوم استضيف مع الدكتور بديع الحاج شاهين مؤسس رئيس ورئيس منتدى زحله الاكاديمي. اهلا وسهلا فيك معي دكتور بفقره هالس اليوم. صباح الخير مارينا، نورت استوديو. ثانك يو. بدايه دكتور، كيف ولدت فكره منتدى زحله الاكاديمي وشو هي اهدافه؟ بين زحله العلم وزحله الحلم خلق منتدى اسمه منتدى زحله الاكاديمي عام 2023. هيدا المنتدى بضم نخبة كبيرة من أهم الأشخاص اللي حاملة شهادة دكتوراه، سواء كانوا أطباء أو أساتذة جامعات. نعم. هدف المنتدى هو نشر الثقافة والتوعية بالمجتمع. من المشاريع اللي قمنا فيها هو برنامج اسمه زحلة العلم اللي عم نطلع فيه مباشرة على الفيسبوك كل نهار خميس، حتى نسلط ضوء على موضوع ثقافي معين هو من تقديم وإعداد زميلنا بالمنتدى سامر كبوشي. نوجه له تحية. أكيد. وكمان حالياً عم نحضر لإطلاق صالون الشعر بزحلة، وفي كتير جهات عم ترسل لإلنا دراسات نحن حالياً عم نبلش الشغل عليها. قدي أنت فخور أول شيء أنه هو بزحلة موجود، وشو هي الفيجن لهال يعني المنتدى؟ صحيح، أنا كتير فخور أنه أنا رئيس منتدى زحلة الأكاديمي. أولاً أنا من زحلة، وهدف هذا المنتدى هو خدمة هالمدينة، وما تنسي أنه هذا المنتدى أسس على أهداف سامية يلي هن العلم والثقافة. وأنا اسمحي لي من هالمنبر بدعي كل شخص حامل شهادة الدكتوراه وحابب أنه ينضم لهذا المنتدى، نحن أبوابنا رح تكون مفتوحة لإله، وأنا بوعده أنه رح نكون كلنا إيد وحدة حتى نخدم مدينة زحلة. Best of luck دكتور. دكتور، تطور بطب الأسنان صار واضح، ولبنان كان من الدول يلي واكبت هالتطور. اليوم شو هي أحدث التقنيات لتحسين وتجميل الابتسامة والأسنان؟ معك حق، التطور كان كتير سريع خاصة بطب الأسنان. نعم. وأنا شخصياً درت واكب هالتطور من خلال المؤتمرات اللي عم بتصير بلبنان أو خارج لبنان. حالياً نحن عم نحكي عن الديجيتال دينتستري أو الطب الأسنان الرقمي يلي ساعد كتير الطبيب وساعد كتير المريض. رح أعطيك مثال على ذلك، هو الديجيتال أنستيزيا. مثل ما بتعرفي أنه الخوف من طبيب الأسنان هي إبرة البنج. نعم. نحن بالعيادة عنا بدنا نحل هالمشكلة من خلال ماشين قادرة تتحكم بكمية وضغط البنج باللسة. بهالطريقة بيكون المريض عم يتبنج من دون ما يحس حتى بأي ألم. نعم. مثال تاني عن التطور اللي عم بيصير هو الـ 3D سكانر. نحن كمان بالعيادة عم نبتعد عن المقاسات التقليدية وعم نتجه نحو الـ 3D سكانر يلي بيسهل كتير على المريض وبيقصر من مدة العلاج، وعم بينقل كمان المعلومة بشكل واضح للمختبر. حضرت لنا فيديو عن بركي كمان عم نفرجيه للمشاهدين، انت عم بتخبرنا عنه. من هالحسنات اللي عم تقدم لها جدد دنتستري انه بمجال خاصة طب الاسنان التجميلي، انه نحن عم نقدر نعمل مقاس للاسنان من دون ما نبلش بالشغل، وعم نقدر ببروجرام معين ندمج صورة المريض مع الـ 3D سكانر. بقعد أنا والمريض ونتفق على شكل الابتسامة اللي حابب أن يحصل عليها، من طول الأسنان، من قصرهم، من غير لون لونهم، وكل هيدا الأمر قبل ما نبلش مثل ما قلت لك بالشغل. نعم. بعد ما نكون رسمنا نحن الضحكة من خلال الـ 3D برينتر عم نقدر نطبعهم، والمريض بهالطريقة عم بجرب الأسنان تبعه وعم بيشوف كيف عم بيطلعوا مقارنة مع ملامح الوجه، وعلى أساسها بنبلش الشغل.
نعم، يعني هون فينا نقول انه هو كثير يعني في كثير وقت بيقدر هالمريض انه كان يقدر ياخذ اكثر وقت ليرجع يروحوا على اللاب وينعملوا، صار عم ينعملوا بسرعه وبقلب العياده 100%. نعم، حضرتك معروف بالهوليوود سمايل ومقصود للهوليوود سمايل، خبرنا شوي اول شيء لمين بتنصح فيها وشو خصائصها؟ الهوليوود سمايل مثل ما الكل صار يعرف هي عبارة عن ضحكة بيضاء وحلوة والصفة تكون مزبوطة، بس في عنا عدة طرق ممكن نتبعها حسب كل حالة حتى نقدر نحصل على الهوليوود سمايل. نعم، بحالات إذا كان المريض بس كان عنده المشكلة هو لون السن، يعني شكل السن وصفتهم حلوة، بمجرد أنه عملنا تبييض للأسنان رح نحصل على الهوليوود سمايل. بحالة تانية إذا كانت المشكلة هي صفة الأسنان، يعني الشكل واللون حلو، فينا من خلال الكليل ألاينر يلي كمان عم بيقدم لنا إياها الديجيتال دنتستري عم نقدر نحصل على الهوليوود سمايل. وثالث حالة إذا كان كل شيء منه حلو، يعني الشكل واللون والحجم، هون ضروري نلجأ للسيراميك فينيرز أو للفول بريباريشن. هل في طريقة معينة للحفاظ على النتيجة دكتور؟ أكيد. إذا المريض اتبع أبسط الأمور اللي هي الاهتمام اليومي بالبيت، استعمال الخيط، زيارة طبيب الأسنان، أكيد رح يحافظ على النتيجة اللي عم يحصل عليها. نعم، السيراميك فينيرز أيضا هي ضمن التقنيات اللي بتقدمها حضرتك بالعيادة، خبرنا شوي عن خصائصها. السيراميك فينيرز هي عبارة عن قشرة سيراميك عم تنحط على السن حتى تغير شكله لونه وحجمه. والسيراميك فينيرز حتى نقدر نعملها نحن ضروري نعمل تحضير بسيط لسطح السن يلي هو عبارة عن 0.5 ملي، حتى نخلق مكان مناسب لهالسيراميك حتى يركب على السن مثل ما عم نشوف هلأ بالفيديو. نعم، حتى ما يأثر سلبا على اللثة. هون عم شوف انه مش مبرود كتير من السن، صح؟ يعني مثل ما سبق قلت لك، بس نحن عم نشيل 0.5 ملي بس من طبقة السن. نعم، السيراميك فينيرز لونه ما رح يتغير، والدراسات اثبتت انه رح تضاين فوق ال 15 سنه والمريض فيه يستعملها كانه سن طبيعي. في كثير اشخاص بيسالوني اذا ممكن نحصل على ابتسامه حلوه من دون برد الاسنان. نعم، انا بجاوب طبعا، بس لازم يكون في عندنا كرايتيريا معينين، يعني لازم يكون صفه الاسنان ظابطه، العضه مزبوطه، والاسنان مش كثير دفشين لقدام، والحجم منهم كثير كبير. بهالحاله فينا نحصل على ابتسامه حلوه من دون برد الاسنان يلي هي بس نسبتها كثير قليله 10% لما يتغير شكل التم يعني 100%. نعم، هل في طريقه خاصه للعنايه بالفينيرز ايضا؟ مثل ما سبقت وقلت لك، بس بنعتبرهم كانه اسنان طبيعيه، يعني الاهتمام اليومي بالتنظيف اليومي بالبيت، باستعمال الخيط تبع الاسنان مع زياره طبيب الاسنان كل فتره حتى يعملوا تشيك اب وتنظيف سريع. نعم، وليش في بعض بيقولوا انه بتغير النطق عندهم او بيصير في عندهم مشكله بطريقه النطق من بعد ما يركبوا الفينيرز؟ مضبوط، لانه نحن بنعرف انه الاسنان بتلعب دور كثير مهم بنطق الكلمات وكيف عم بيطلع مخارج الحروف، فعنا نحن بالدنتستري رول معينين لازم طبيب الاسنان يكون عم يتبعها حتى وقت عم بيعمل السيراميك فينيرز ما ياثر سلبا على كيف الشخص عم ينطق الاحرف. انت بالنسبه لك شو هي الترند بالسيراميك فينيرز لحتى تكون الضحكه حلوه؟ انا بالنسبه لي انه كل ما بنكون اقرب للطبيعه كل ما رح تكون الابتسامه حلوه. يعني انا بنصح المريض انه يبتعد عن اللون الابيض القوي، يتبع اللون الابيض بس الطبيعي. طبيعي. تكون بقول له للمريض انه الافضل ما يكونوا الاسنان كلهم فرد صفي، نقدر نلحق شكل الشفه التحتانيه. والتكستير تبع السيراميك انا بحب انه تنعمل بطريقه تكون كثير قريبه للطبيعه، وحتى بحب انه يكون في عندنا شفافيه شوي على البور انسيزال تبع الاسنان، يعني كانه ناتشرال. صح، يعني بشكل مختصر ناتشرال لوك هو انا بالنسبه لي تعطينا الضحكه الحلوه. نعم، الابتسامه مثل ما انا على طول بقول انه هي احلى اكسسوار ممكن الانسان انه يعني يكون موجود او يحطه. خبرنا شوي شو المعايير يلي بتعتمدها ليحصل اي شخص بيزورك على الابتسامه؟ اول شيء لازم نعرف انه في عندنا ابتسامات بتلبى اكثر للرجال، كما انه في عندنا اشكال من الاسنان بتلبى اكثر للاناث. نعم، هون قبل ما نبلش نحن برسمة أي ابتسامة ضروري نعتمد على بعض العوامل، منها شكل الوجه، لون البشرة، شكل الشفة، حركة الشفة، وضروري نقعد مع المريض حتى نكتشف شخصيته أكثر، لأنه بالنهاية نحن هدفنا نعطي ابتسامة حلوة، بس هالابتسامة ضروري تكون خاصة
لهيدا المريض، لانه حسب شكل وجهه وحسب صح وحتى حسب شخصيته، لانه هي الابتسامه بالنسبه لي هو المفتاح الاول يلي بيخليني اعرف شخصيه المريض. مشان هيك لازم نحن على طول ناخذ براي الدكتور، مش نقرر نحن شو الانسب لنا، يعني من وراء الخبره اكيد. اذا بدنا نحكي عن صحه اللثه والفم، هون اكيد بدنا نحكي عن ريحه الفم يلي بتكون مزعج كثير اوقات لكثير عالم. هل السيراميك بيرينز بيسببوا ريحه فم؟ هلا ريحه التم ومشاكل اللثه بعد ما نكون حطينا نحن سيراميك فينيرز او اي تركيبات اخرى، نعم، ممكن نحن نتفاديها اذا اعتمدنا على ثلاث عناصر مهمه. اول عنصر هو الطبيب الاسنان المعالج، ضروري يكون ذو اختصاص وذو خبره حتى يقدر يعمل تحضير دقيق للاسنان. العنصر الثاني هو المختبر يلي عم بيصنع هالتركيبات، ضروري يكون شغله كثير دقيق حتى يعمل لنا تركيبات تكون اطرافها مسكره 100% اطراف السن. نعم. وثالث عنصر هو نوعيه هالتركيبات يلي عم تتصنع منها، ضروري تكون ممتازه حتى ما تتفاعل بشكل سلبي مع اللثه. بهالطريقه بنكون عم نحافظ مش بس على صحه الاسنان، عم نحافظ كمان على جماليتهم. طبعا بالنسبه لك قد ايه ساهم يعني الاي اي هلا انه طور اكيد الشغل ان كان بالعياده او بالمختبرات طب الاسنان، وقد ايه هو مهم وفعال؟ الذكاء الاصطناعي اللي عم تحكي عنه حضرتك، في كثير اشخاص عم بيعتلوا همه. انا بقول اذا عرفنا كيف نتعامل معه رح يكون تاثيره اكيد ايجابي علينا. لا شك أنه تأثير الذكاء الاصطناعي بطب الأسنان رح يعمل ثورة، خاصة بمجال وضع التريتمنت تبع المريض. أكيد رح يأثر من البيريد تبع التريتمنت، رح يسهل الشغل كتير على الطبيب وعلى المريض. بس أنا بأكد لك أنه ما رح يقدر يحل مع محل طبيب الأسنان. طبعا بعطيك مثال على ذلك، الطيارة اللي فيها سيستم الأوتوبايلوت، مين منا رح يقبل يطلع بطياره من دون البايلوت؟ ما حدا. اكيد. فهيك بقول لك انا انه الذكاء الاصطناعي اكيد رح يكون تاثيره ايجابي، بيساعد، بس ما رح يحل محل مهاره طبيب الاسنان. نعم، يمكن يساعد بالبريسيجن انه يعطيكم نتيجه، بيسهل كثير امور اكيد، بس نووي انه يحل مطرح الانسان. رح تضلكم تجوا لعنا يعني. طبعا. دكتور بديع، العلاقة بين الدكتور وال يعني الشخص يلي بيزوره أو المريض هي كتير مهمة، وهي علاقة مباشرة وقريبة، وقد مهم إنه هالمريض يوثق بهالدكتور يلي هو رايح لعنده. قد إيه هيدا الشيء أعطيك أو زاد عليك على يعني على الصعيد الشخصي؟ 100% اللي عم تحكي صح، وأنا من خلال مهنة طب الأسنان تعلمت كتير قصص، من أهمها هو الصبر، وصرت مؤمن أن الصبر هو مفتاح النجاح. لأنه الهدف مطلق هدف بدي أحطه بحياتي، في كتير مراحل بدي أقطعها، وكل مرحلة ضروري يكون صبور. نعم. من هون أنا بقول لك كمان تعلمت من طب الأسنان هي الدقة، كيف يكون دقيق، كيف اهتم بالتفاصيل الديتيلز، وخاصة بالمهنة تبعي طب الأسنان التجميلي الديتيلز التفاصيل كتير ضرورية حتى أقدر أرسم ابتسامة حلوة على وجه المريض. نعم. هل هي بالنسبة لك مهنة أو شغف؟ طب الأسنان هي مهنة بالبداية السامية، لأنه هدفها أولا وأخيرا أنه نقدم الأفضل والأحسن للمريض. الطبيب الأسنان ما بيكتفي بس بخلع سن أو وضع رصة أو وضع تلبيسة، لازم يكون ملم بكافة أمراض الفم، لأنه كل الدراسات أثبتت أنه في كتير أمراض بتصيب الجسم إلى علاقة مباشرة بأمراض الفم. وكوني طبيب أسنان تجميلي في يقول لك أنه أنا كتير كون مبسوط وقتها بشوف الفرحة على وجوه المريض بعد ما نكون رسمت لهم ابتسامة حلوة، وبأكد لك أنه في كتير أشخاص حياتهم تغيرت بمجرد أنه تغيرنا لهم الابتسامة. طبعا من هون أنا في يقول لك أنه طب الأسنان منه بس مهنة لإلي، هو شغف بخليني أتحدى حالي كل يوم حتى أعطي أفضل وأحسن للبيشنت. نعم، انت عم تساعد كثير ناس انها تستعيد ثقتها بنفسها. صح. طبعا شو نصيحتك لكل المشاهدين يلي عم يسمعونا للحفاظ على اسنان صحيه وايضا على ابتسامه جذابه؟ انا دائما بعطي نصيحه ممكن تتطبق بكل سهوله وكل شخص فيه يعملها. نعم. اول شيء ضروري نتبع نظام غذائي جيد، يعني نبتعد قد ما فينا عن الماكولات والمشروبات السكريه. اثنين، ضروري نهتم بنظافه الاسنان بشكل يومي. ثلاثة، ضروري نزور طبيب الأسنان بشكل
دوري حتى نحافظ على ابتسامة حلوة وعلى أسنان بيضاء. نعم، شكرا لك دكتور بديع الحش شاهين على كل هالنصايح ولكل المعلومات يلي اعطيتنا اياها. نحن فخورين فيك جدا، بدي اتمنى لك بس توبلك ايضا للمنتدى. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا لليوم. بدي لكم ما تسمحوا لحدا يوقف بدرب ابتسامتكم، وما تنسوا انه بحبكم كلكم.